اتحولت من البنك المصري المتحد امتى؟ في بداية الثورة. يعني الناس مشغولة وكده وبتاع، يعني في يناير فيما بعد 25 يناير. بعد 25 لا أيوة 25. في يناير، لكن يعني في مش في فبراير. بعد تنحية مبارك. بعد تنحيته يبقى 11 فبراير. طبعا. فطلعت من البنك المصري المتحد، راحت إلى فرع البنك في مسقط في سلطنة عمان. وطلعت من الفرع بتاع البنك المصري في سلطنة عمان على قبرص. دلوقتي نتكلم عن أموال مين؟ جمال وعلاء ومبارك. حسني كبير. كويس؟ طلعت على قبرص. وطلعت من قبرص على كيمن لاند. دي جزيرة كده بريطانية أو حاجة. وبعدين طلعت من، شوف بيدوخوا الناس ازاي. طلعت من كيمن لاند دي على كندا وأمريكا. وبعدين رجعت قبرص تاني. وكانوا ذاكرين اسم واحد اللي بيتولى، بيتحكموا عليها النهارده، اللي هو دي بقى كانت في شكل ايه؟ تحويلات مصرفيه. وفي فلوس كاش طلعت على يخوت. راحت صلاله ومسقط. اللي هم بقى دول ايه؟ دول 70 مليار الله اعلم. اللي انت بتتكلم عنه مش عارفين الرقم. لا اللي انت بتتكلم عنه مش عارفين الرقم. احنا مش عارفين الرقم. الارقام بتاع لا 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 الارقام بتاعت الجارديان دي اللي هي 70 مليار ما اعرفش عن حاجه. انا بتكلم على اللي انت بتتكلم عنه مبالغ ما اعرفش يعني. ده ايه معلومات ايه وارده الان يعني؟ واحد معاه وثائق ومش عايز يطلعها الا لما يوديها الى النائب الى المحكمه. طبعا. طيب انا دلوقتي جاي لك بشكل اساسي ومينلي يعني في اولويه لامرين. اتفضل. ليتك عايز اقول يعني بعد ما تخلص اللي انت بتعمله. لا 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 انا سامع. لا ما انا مش هتسمع، ده انت اللي هتتكلم. طب قول. يعني عايز اقول لما تخلص اللي بتعمله نتكلم. خلاص. بيقول لك مبارك في القاهره. انا جاهز. قول يا شيخ. مبارك ايه؟ تاني. جاي القاهره. ما هو انت بتتكلم على التحيات يعني. انت دلوقتي على الفيسبوك ده ولا ايه؟ المعلومات دي عمال انت دلوقتي عمال بتقرا معلومات من على اوكي. طيب انا دلوقتي في امر مركزي انت يعني كان واضح انه في ذهنك لما التقينا مصادفه، وهو طبعا انا يعني ده الاولويه الاولى عندي، وهو الامر بتاع الجبهه الوطنيه. دلوقتي احنا شفنا انه من غير جبهه وطنيه مش هتستقيم الامور خالص. مين احنا شفنا؟ مين؟ الجمعيه الوطنيه على 6 ابريل، على ائتلاف الشباب، على ائتلاف الثوره، على القوى الوطنيه الموجوده في الساحه، على الجماعات الموجوده، كل دول. شفتوا ده امتى؟ وازاي شفتوا؟ احنا يعني كنا عملنا عدة حاجات، كنا عملنا الجمعية الوطنية من أجل التغيير. وكنا عملنا البرلمان الموازي. جميل. البرلمان الموازي هو اللي عمل رحلة أوغندا مثلا. وهو اللي هيعمل الرحلة المباشرة. وهو اللي هيعمل الرحلة بتاعت أثيوبيا. لكن احنا عايزين نجمع كل الناس استعدادا للانتخابات القادمة. انت مش ممكن هتخش الانتخابات القادمه من غير جبهه وطنيه. تقصد انتخابات الرئاسه ولا المجلس البرلماني؟ برلماني. جميل. طيب انت اما بتقول مكررا احنا شفنا لا مره ثانيه، هل ده انتوا شفتوا ده مش جورج اللي شاف ده الكل؟ طبعا. جميل. طب وايه اللي معطل الكل ناحيه العمل يعني يظل بناء مؤسسات هذه الجبهه؟ انت دلوقتي بتحضر تعمل، احنا عملنا جلسه تحضيريه في الكاندت ايه كنا فين؟ كنا في باراميزا. شكرا جزيلا. عملنا جلسه تحضيريه حضرها بهاء طاهر وجلال امين وعبد الجليل مصطفى وجمال فهمي ومجموعة كبيرة قوي حضرت.
انتوا لانك انت لانك جوه حاجات كتير ما بعرفش اذا كنت بتتكلم عن كفايه ولا بتتكلم لا مالكش دعوه بكفايه مش كفايه اسمع انسى كفايه كويس معنى بس لا لا انسى كفايه انت بتتكلم هنا على المبنى بتاع الائتلاف بالظبط بالظبط كده كويس وفي هذا الاجتماع قررنا ان احنا نعمل مؤتمر في حوالي 2500 بني ادم من جميع انحاء الجمهوريه يبقى في ممثلي كل القوى يبقى في فلاحين وعمال ومثقفين واكاديميين واطباء ومحامين احنا بنحضر القائمه دلوقتي كل واحد من اللجنه التحضيريه بيحضر قائمه يبعتها لممدوح حمزه عشان يحطها في قوائم كبيره عشان نشوف مين المعزوم في هذا المؤتمر كويس طب معلش برضو ممدوح حمزه يعني مين اللي منظم هو ممدوح حمزه اللي منظم المهمه دي ولا ايه ممدوح حمزه بس من خلال مجموعه مشتغل بشكل جماعي محدش يقدر يقول انا اللي عامل بس ممدوح حمزه هو اللي عشان عنده امكانيات اكبر وكده فبنجتمع عنده حاجات منظمه كويس في هذه الجلسه بتاعت يوم 27 هنعمل جلسه كبيره يوم 27 في قاعة الاحتفالات الكبرى قاعة المؤتمرات الكبرى في مدينة نصر وتأجرت وخلص وكده وبتاع وبنحضر بقى نحن نعمل ايه هنختار 25 شخصية تقيلة ما تبقاش منتمية حزبيا ما تبقاش مرشحة في رئاسة الجمهورية يعني لجنة محايدة عشان تتكلم مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة في اي مشكلة دلوقتي انت عايز الثوره دي يبقى لها راس الثوره ما لهاش راس كويس مين اللي عايز الثوره يبقى لها راس القوه الوطنيه يا اخي القوه الوطنيه معلش بس انا يعني ده انت استاذ بتسال لا لا لا, لا 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 انا بتكلم لا دي بسال اسئله ممكن تدرك اهميتها او اقول لك على اهميتها اهميتها ان لو انت لو مثلا المجلس العسكري او امريكا عايز لها راس غير ما انت عايز لها راس يعني فاهم يعني في الحاله دي انا ما بقولش راس لو احنا اللي عايزين انا رايي ما بدورش على راس ابدا واخد اخر حاجه ادور عليها الراس لان الراس في الاخر في الحاجات دي بتبقى بالظبط زي راس الهرم يعني ممكن تبقى نقطه بتتكلم على واقع ثوري لا 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 بتتكلم على واقع عادي لا لا ايه تاني بتتكلم على واقع ثوري في واقع ثوري موجود في الساحه في حاجه اسمها ميدان التحرير ده اللي هيطلع منه المؤتمر وده اللي هيطلع منه اي حاجه تطلع بعد كده هما كل دول ممثلين من ميدان التحرير دول اللي كانوا بيشتغلوا في ميدان التحرير مفيش حد من بره ميدان التحرير ما عادش هيجي كده باراشوت ينزل على المساله ايوه انت ماشي طب يبقى انا ما بستوقفك في السكه علشان استوضح معاني الكلمات عندك فقط يعني انا مش بناقشك دلوقتي هناقشك بعد ما افهم او اسمع فانت بتقول احنا دلوقتي عايزين نبني او في الاخر يبقى في 25 يبقوا راس هذه او ممثلي هذه الثوره بس ده بس انا بتكلم على تدقيق التعبير يعني مش بتكلم اصل الراس بتبقى حاجه ثانيه غير تمثيل لقوى الثوره اللي هو انا برضو هعتبر ان ده راس هرم سواء واحد او 25 او اكثر وهقول ان اذا كنت خلصت كلامك يبقى انا لا لسه ما خلصت يبقى كويس يبقى بالظبط كويس ده احد المهام بتاع المؤتمر بتاع يوم 27 انك انت تختار الناس تختار بالتوافق وليس بالانتخاب 25 واحد او 20 واحد او زي ما نتفق لان في عده اوراق ستقدم في المؤتمر ورقه عن الرؤيه المستقبليه ورقه عن دورنا في الانتخابات ورقة عن مصر الحديثة كويس الحاجة الملحة والسريعة هي مسألة اختيار مجلس يمثل قوى الثورة عشان تتكلم مع المجلس القومي الحديث المجلس القومي الأعلى العسكري مجلس العسكري مجلس الأعلى نمرة اثنين انك انت هتخش الانتخابات بقائمة وطنية موحدة ممثل فيها كل القوى المدنية اللي بتطالب ب دعي الإخوان المسلمين لهذا الاجتماع ورفضوا وقالوا احنا بنعمل حوارات كتيرة ومش هنخش في حوارات جديدة كل القوى قبلت انها تيجي احزاب كلها جاية
الأحزاب القديمة، الأحزاب الجديدة الوسط والكرامة والجبهة وحزب بتاع سوريا اللي موجودين على الخريطة، كله جاي في هذا المؤتمر ما عدا الإخوان المسلمين. ما هي الإخوان لم تكن يوما من الأحزاب القديمة، لم تكن حزب أصلا حتى لا معملش أو جماعة، ما في جماعات. أيوه يعني الإخوان اصلا لا يمكن ان تحسب على قائمه الاحزاب اللي موجوده على الخريطه التي كانت موجوده على قوه وطنيه، ما بتكلمش على احزاب. ايوه ماشي، هي كفايه حزب، ما كفايه موجوده. لا ما خلاص، ما انا بتكلم دلوقتي اسمع، انت تعبيراتك دقيقه، ده زي انا متاكد انك بتتكلم زي ما انا بفهم، بتتكلم تعبيرات اما تقول احزاب الكل، يبقى الاحزاب مفهوم، اللي بره الاحزاب يبقى ده قوى او جماعات او غيره، كل ده مشترك. ماشي مفهوم، ماشي. كل يعني ما فيش حد في مصر مش مشترك الا الاخوان، الا الاخوان. يا طيب يعني انا بقي لي قبلها ان اسال، يعني دلوقتي انا لا اعرف جهه منظمه ولا داعيه ولا اسم للجهه المنظمه ولا الداعيه غير ممدوح حمزه، ده اللي سمعته منك الان. ازاي بقى؟ طيب انا عايز اعرف في لجنه فيها ممدوح حمزه، اسمه ايه؟ فيها جمال الكيان الداعي، اسمه ايه الكيان الداعي؟ اسمه المؤتمر المصري الاول، اسمه مؤتمر مصر الاول. لا انا بقول أنا مين الجهه اللي منظمه هذا المؤتمر؟ مجموعه وطنيه خارجه من ميدان التحرير. أيوة. فيها جمال فهمي وفيها تهاني الجبالي وفيها ممدوح حمزه وفيها امين اسكندر وفيها مجموعه موجوده بلجنه تنظيميه. كويس، انا مندهش طبعا. انت شايف انا مندهش من ايه في اللي انت قلته؟ انت قلت حاجات كتيره تثير الدهشة، بس ده دلوقتي يخليني مش مندهش من موقف الإخوان، يعني واخد بالك؟ يعني يبدو لي كده الكلام مبرر أو مفهوم إن الإخوان في هذه الحالة، يعني عايز أقول لأن هم عاملين منتدى حوار عندهم في بتاع مركز بتاع النواب السابقين في المنيرة، وعملوا 4 اجتماعات وبيحضروا كل الناس. انا ما حضرتش، انا حضرت مرة واحدة وبطلت.